معك بدر بكشاطة الكاتب الجهوي لسائقي سيارات الإسعاف ونقل الأموات بمدينة مراكش. اليوم تنوقفوا للمرة الرابعة، تنكرر المرة الرابعة، وقفنا في الأول، وقفنا في الثاني، وقفنا في الثالث، واليوم الرابع. دائما ضد واحد جوج النقاط هاد النائبة السادسة بغات تدوزو اللي هي كناش التحملات ديال المرضى والجرحى. الشركات كاملهم واقفين جداد القدام، حتى واحد ما بغا كناش التحملات. وهاد السيدة بغات تدوزو صحة، دوزاته المرة الأولى، المرة الثانية فشلناها، المرة الثالثة بغات تدوزو صحة. هاد الشاد كناش التحملات بتعطيه لواحد يحتكر. حنا تنقولوا لا للاحتكار ولا للإقصاء، تنطلبوا المشاركة، طلبناها المشاركة المرة الأولى ما لبات ليناش، المرة الثانية ما لبات ليناش، المرة الثالثة ما لبات ليناش. هاد السيدة ما بغات تشاركش المهنيين نهائيا، داكشي علاش تنوقفوا المرة الرابعة ونوقفوا الخامسة والسادسة والسابعة، وغادي نناضلوا ونناضلوا، لأن هاد كناش التحملات راه ماشي معقول بالمواصفات التعجيزية اللي دايرة فيه. وراه دائما حنا تنحاربوا الإقصاء والاحتكار، وتنطالبوا بالمشاركة في دفتر التحملات، وشكرا. حنا المهنيين ديال سيارات الإسعاف مع نقل الأموات دايرين هاد الوقفة احتجاجية اليوم ضد هذاك الكناش ديال التحملات الجديد اللي فيه تعجيزات وفيه يعني احتكار. هاد الكناش ديال التحملات يعني بالنسبه لسيارات الاسعاف قال كيقول بانه خصكم ديروا 30 طوموبيل ولا 35. هاد 30 ولا 35 طوموبيل كتخصها 500 مليون، هادي من جهه، والخلاص ديال كل عام 30 ولا 35 مليون للبلديه. كما كناش التحملات ديال نقل الموتى ديال الاموات تا هو كيطلبوا فيه 20 طوموبيل و 20 مليون في السنه كتعويض للبلديه. هاد الشيء كناش تعجيزي، يعني بيعجزوا الناس ويجريوا على دار 180 عائله كتعيش من هذا القطاع، وكاينين واحد العدد كبير ديال الشركات، كاين 15 ولا 16 شركه كتعمل في هذا الميدان هنا، ولكن هاد الناس ما بغيت يتصنتوش، عمرهم ما شاركونا حنا فهاد كناش تحملات. هاد كناش ديال التحملات داروا ناس ما كيعرفوا لا قانون ولا شي حاجه ديال هادشي ديال سيارات الاسعاف، لانه الا مشينا للدول المتقدمه اللي فايتنا حنا وعندها يعني راس مال قوي دايره هاد القطاع للمواطنين، يعني فيه اللي دخلنا لامريكا، المانيا، اوروبا، كلها كيعطيو لهاد يعطيو هاد التراخيص كتشارك يعني باش تعاون المرضى. كاين لاسورانس هاد كاين اللي كيخلص باش تعاون المرضى وتخلص الضرائب، ويكونوا عندك ناس تخدمهم، لانه هادوك الناس فين غادي يخدموا؟ ملي رجعت هاد الجائحه ديال كورونا الناس اللي ما بقاوش يخدموا، الدوله عطات التعويض للشركات، عطاتهم التعويض لهادوك باش يبقاو هادوك خدامه خدامين، واخا ما كاينه خدمه، ولكن حنا جنا واحد القانون من جناه، جناه من امريكا، من البرازيل، من المكسيك، من بلجيكا، من هولندا، من الدنمارك، لا جابوا يعني واحد السيد سخن عليه راسه قال هذا القطاع نعطيه لشي واحد مول الشكاره باش يدير الاحتكار، وغادي يرجع المريض ما كاش فيه مساعده، غادي يعود يهزو بالثمن اللي بغى. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.